مساء الخير، حلقة جديدة من الراصد، العديد من الموضوعات المهمة، لكن الأهم دائما وأبدا مشاركتكم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب بالمكان الأنسب لهمومكم اهتماماتكم حتى اقتراحاتكم هو الراصد. بداية الحلقة دائما للعناوين. معالي المستشار تركي آل الشيخ يطلق استراتيجية الترفيه للعام 2019، وتقاطع في حي الملقى يقلق مرتاديه وأمانة الرياض تعلق. أيضا تشاهدون في حلقة الليلة من الراصد، في موسم الجراد مختصون يحذرون وطرق بيع سرية، والحجامة علاج نبوي تفسده الممارسات الخاطئة. الخالدية تحتضن أكبر مهرجان للجواد العربي بالشرق الأوسط. أولى المواضيع اللي نتحدث عنها هو ربما الحدث الأهم هذا اليوم في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن المؤتمر الصحفي لهيئة الترفيه لإعلان الرزنامة فيما يتعلق بالمناسبات التي ستقام في العام 2019. في الحقيقة الموضوع أكبر من مؤتمر صحفي إن صحت التسمية، القول أن كرنفال جمع طبعا القامات المتعلقة في كافة المجالات اللي تدخل تحت جوانب الترفيه، نتحدث عن كافة القامات الأدبية أيضا الثقافية وأيضا الفنية داخل المملكة العربية السعودية، هيئة الترفيه كحاضن لهذه القامات، أيضا للمواهب داخل المملكة العربية السعودية، الإعلان عن عدد من البرامج اللي اتسمت بالشمولية، نتحدث عن برامج دينية، مسابقات، أيضا إيجاد بيئة ترفيهية للمواطن للمقيم داخل المملكة العربية السعودية لجعل الترفيه طبعا الاستقطاب يكون للترفيه داخل المملكة العربية السعودية، ونتحدث عن بيئات منافسة لأهم الأحداث العالمية. اليوم كان هناك عدد من الاستعراض لعدد من الأعمال التي ستقوم عليها الهيئة، والآن كما نتابع أيضا بعض الفعاليات التي ستكون متواجدة داخل المملكة العربية السعودية. الأمر فيما أعلن لن يكون مقتصرا فقط على المدن داخل الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية، بل سيشمل أيضا المحافظات، كل المملكة العربية السعودية ستغطى من البيئات الترفيهية التي تقدم أجود طبعا الخدمات اللي تحدثنا عنها، أنها ستكون تنافسية من حيث ما وصل إليه العالم فيما يتعلق بإيجاد البيئة التي تقدم وتلبي كافة الرغبات. طبعا العديد من القامات النخب يتواجدون في هذا الحفل، العديد من الشراكات اللي تم الإعلان عنها بكل تأكيد كان بتقديم رئيس هيئة الترفيه طبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ، اللي أضفى أجواء خاصة خلال هذا الكرنفال كما تشاهدون الآن. بكل تأكيد يعني شهادة حق، احنا دائما ما نقول انه والله ننتقد بعض المسؤولين فيما يتعلق بالتقصير في بعض الجوانب، ولكن الشمس لا تحجب بغربال فيما يتعلق بالانجازات. نتحدث تحديدا عن هذا الرجل تركي آل الشيخ، ما قام به في هيئة الرياضة وشهادة بأمانة، ما سيقوم به وما أعلن عنه في هيئة الترفيه بكل تأكيد أنه مثال للمسؤول المنجز، ونتحدث عن إيجاد قيمة إضافية من خلال هذا الجهاز اللي يرتبط بعدد من البيئات. إحنا لا نتحدث فقط عن إيجاد الترفيه كفكرة ترفيه، إنما نتحدث عن إيجاد بيئات استثمارية داخل المملكة العربية السعودية مرتبطة بالترفيه، ولعل قطاع السياحة، يعني نتحدث عن أموال تبقى داخل المملكة العربية السعودية، نتحدث عن وظائف تولد داخل المملكة العربية السعودية، نتحدث أيضا عن استثمار ستوجد داخل المملكة العربية السعودية. إلى ثاني الموضوعات في حلقة الليلة، في ظل غياب الوعي المروري لدى بعض قائدي المركبات، تشهد بعض تقاطعات شوارعنا حوادث مرورية مميتة أيضا تصحبها سلوكيات سلبية تحتاج إلى المعالجة، كما تشهد أيضا تلك التقاطعات كثافة مرورية تهدد عابريها الذين لا حل لديهم إلا التحلي بروح المغامرة وأيضا التهور. الأسباب تختلف من عدم تهيئة تلك التقاطعات أو الارتجال في تحديد مواقعها وعدم تهيئتها هندسيا وتحري
السلامة المرورية فيها أو عدم تأهيلها بأدوات السلامة المرورية، فلا إشارات مرورية أحيانا ولا تحذيرية أو حتى مطبات اصطناعية تخفف من سرعة عبريها كما تشاهدون الآن في هذه اللقطات لهذا التقاطع، وكأن الحل العبور منه فيما يتعلق بأن البقاء للأقوى. طبعا البقاء للأقوى تهورا، وهذا هو اللي سبب الإشكاليات فيما يتعلق بالحوادث المرورية. اليوم نتكلم عن الجانبين، الجانب السلوكي وأيضا الجانب الإنشائي والتنظيمي اللي المفترض يوفر كافة أدوات السلامة فيما يتعلق بهذه التقاطعات. يسرني أن أرحب بضيفاي هنا في الاستوديو. أبدأ باليمين، ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير وحياك الله معنا في الراصد. يا هلا والله أستاذ عبد الإله، الله يحييك. أيضا يسرني وجود المهندس خلف الدلبحي وهو مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض. مهندس نشكر لك بكل تأكيد تجاوبك معنا وحضورك أيضا. أبد لنا الشرف والله يسلمك ويحييك. الله يحييكم أستاذ عبد الرحمن. أول شيء كيف تشوف واقع هذا التقاطع اللي موجود في حي الملكة؟ نتحدث عن حوادث مميتة، يعني ما في أي أدوات، أو خلينا نتحدث ما في أي تهيئة فيما يتعلق بالأمن والسلامة. أيضا عدة تقاطعات مثل هذه المشاهد موجودة داخل المملكة العربية السعودية. نعم طبعا، أولا طبعا الحي هذا نعرفه جيدا، يعني زرت التقاطع هذا؟ زرته كثير، أصلا بيت الوالدة هناك. الله يحفظها يطول عمرها. الله يسلمك، فدائما أروح وعارف المنطقة كويس. يعني هي طبعا المنطقة هذه يا أستاذ عبد الإله هي كانت في السابق بعيدة، يعني عن يعني أقدر أقول لك ما كان فيه كثافة بشرية. هذا الكلام قبل تقريبا يمكن 5 أو 6 سنوات في الحي. في الحي نعم، في الحي وفي المنطقة اللي حواليها، يعني في حي الملقة والمناطق هذه. ما شاء الله من 5 سنوات تعرف ما شاء الله تبارك الله ازدادت الكثافة البشرية وازدادت الكثافة المرورية، فأصبح المرتادين لهذه المنطقة بكثرة. لذلك يفترض أنه فعلا يكون فيه توعية مرورية، يكون فيه إشارات، يكون فيه شيء. يعني المشكلة أنهم ما زالوا عايشين، يعني بقول بكل صراحة ما زال المرور عايش بفكر أنه والله المنطقة هذه من 5 سنوات ما كان يجيها أحد وما كان فيها أحد، فهذه هي الإشكالية. أنت ذكرت يا أستاذ عبد الإله أنه صارت المسألة تهور، وأنا أقول لك كما يقول مثل من أمن العقول وبأساء الأدب. فأنت الآن لما تجي لا في مرور ولا في حقيقة يعني إشارات، ما في أي وسائل سلامة ولا في أي متابعات، واللي بيجي يقول لك خلاص البقاء للأقوى، فتلقى كل واحد يدخل بالسيارة ده طالع من هنا وده طالع من هنا، يمكن لو في مجال جو واحد من فوق. أنت كيف تجربتك أستاذ عبد الرحمن يعني مع التقاطع تحديدا؟ تجربة صعبة، يعني أنا أقول لك المشكلة أنا بالعكس أنا ما أمر معه، يعني أنا تركته تماما، صرت تتجنبه. طبعا شيء طبيعي، أنت لما تجي يا أستاذ عبد الإله لأي موقع أو أي مكان لما تشوف في ازدحام مروري وفي نفس الوقت ما في تنظيم، ما في متابعة. يعني هم أنا طبعا يعني أنا قريت يعني في التقرير اللي كتب عن هذا الموضوع إنه فعلا أقل شيء إشارة مرورية، أقل شيء يعني رجل مرور، أقل شيء مرور، هو مجرد وقوف سيارة مرور في هذه المنطقة. يعني أنا متأكد أنها بتعطي نوع من السلامة وبتعطي نوع من الاطمئنان لجميع القائدين. وتصميمه طيب فيما يتعلق بالتصميم، مو مفترض حتى لو كان الحي جديد أو ما عليه كثافة أن يراعى في التصميم أنه يكون طبعا مهيئ؟ طبعا هذه طبعا لا يفتى مالك المدينه المهندس خلف، لكن هو طبعا هذا المفترض. لكن هي المشكله عندنا الان انه التصاميم، ولا ادري عن هل الكلام هذا صحيح او لا، انه تصاميم الاحياء عندنا هنا ما يراعوا فيها وسائل السلامه ولا يراعوا فيها صراحه المستقبل الأحياء. يعني مستقبلا يقول لك والله الشارع هذا ما فيه احد، خلاص خلينا نحط مسارين 3 مسارات وانت ما في بعد نظر. اي نعم، لكن مستقبلا انت ممكن المنطقه هذه تزدهر، ممكن تنمو، ممكن تتطور، فبالعكس مسارين ما تشكل لك شيء ولا تعمل لك اي شيء، بالعكس تسبب لك مشاكل وتسبب لك كوارث. وعندنا كثير حقيقه يا استاذ عبد الله من الاشارات المروريه في الرياض، يعني حاطين مسارين وحاطين 3 مسارات، والله تجي بدون مبالغه الاشاره تولع وتولع وتطفي يمكن 4-5 مرات وانت ما لحقت عليها. نعم. وكل هذا يؤكد ان ما في تخطيط سليم لهذا الموقع وهذا المكان. انتقل لك مهندس، يعني قبل ما ينشأ الطريق إيش الأمور المفترض أنه تتبع أيضا فيما يتعلق بالتصميمات؟ وهل صحيح أنه هذا الانطباع لدى الكثير من المارة أنه ما في بعد نظر في تصميم مثل طبعا هذه التقاطعات أو حتى الشوارع داخل الأحياء؟ تفضل. أبدا، بداية يعني أحييكم وأحيي برنامج الراصد على اختيار هذا الموضوع المهم، وأحيي زميلي عبد الرحمن على طرحه الجميل. وأحب يعني أبدأ ببداية مثل ما بديت، يعني موضوع السلامة المرورية من أهم المواضيع اللي تم أخذها بالاعتبار في برامج
وهذا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني، وهناك لجنة وزارية للسلامة الوطني هذا للسلامة المرورية برئاسة معالي وزير الصحة، وهناك اللجنة التنسيقية للسلامة المرورية بوزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس. هذه اللجنة عندها مهام أساسية بشكل كبير على 4 ركائز. وتطرقت لنا أنت في بداية التقرير اللي هي تبدأ بالضبط المروري وبالتوعية وبالتعليم وبالجانب الهندسي اللي مفقود في هذا التقاطع، وسوف أتكلم عنه بإسهاب. الجانب الآخر عملية الطوارئ وعملية المعالجة بشكل مهم. إذا وقفنا على هذا التقاطع فإن التقاطع هذا يعني أصلا ما فيه يعني تنفيذ لعناصر الطريق يعني غير مكتملة، فلذلك يعني بمعنى أوضح وبمعنى أشمل عناصر السلامة المرورية الأساسية مفقودة تماما. مثل ما ذكر أخوي عبد الرحمن في الجانب يعني أنه يعني ما بدأ عليها العمران اللي يمكن من حدود 5 سنوات أو 6 سنوات، إحنا في الأمانة بدينا نصممه قبل 6 سنوات، عام 1434 بدينا نصممه وبدينا نعطيها الأولوية بداية الانتشار العمراني له. ولو وقفنا على هذا الشارع اللي هو طريق الأمير سعد هذا محمد بن سعد، لوجدنا أن في الجانب الجنوبي اللي واصله العمران من زمان اللي هو وهذا جنوب شارع الإمام إلى حد الطريق الدائري الشمالي طريق يعني طور في الآونة الأخيرة وتلحظ فيه وجود عناصر السلامة المرورية يعني مكتملة. لكن طبعا أنا أتفق مع الطرح وأتفق مع البرنامج، الموقع بحاجة إلى إيجاد حل مباشر. الحل اللي موجود في الأمانة تم تصميم الطريق وتم طرحه ضمن مبادرات التحول الوطني. الآن المشروع استكمال الطريق من طريق الإمام لحتى طريق الملك سلمان تحت إجراءات الترسية، إن شاء الله يعني في القريب العاجل سوف يتم تنفيذه بوسائل سلامة مرورية يعني تتفق مع المعايير العالمية. بس مهندس إن شاء الله هذا فيما سيتم عمله في الطريق بسألك عنه، لكن خلينا نرجع لعملكم أنتم تحديدا في دراسة التصاميم في الأمانة. أيضا هذه العملية الشراكية اللي بين أكثر من قطاع حتى تكون في الطريق، أنا أبغى أدواركم تحديدا من يبدأ طبعا أي مخطط أو العمل على أي طريق أو أي وصلة ستكون مرتبطة، أيضا تشارككم مع الجهات عشان نحدد مكامن الخلل. تفضل. إحنا دائما خصوصا في مدينة زي مدينة الرياض فيها النمو العمراني سريع، ولذلك يعني لو نظرت على الطرق يعني تلقاها يعني تبدأ ببدايات يعني أعمال تمهيد وأعمال زفلتة عادية، تفتقد مثل إلى الأرصفة إلى الإنارة ولإيصال يعني الخدمات ولإيصال يعني الطرق للأحياء الجديدة، ثم بعدها تتليها يعني عملية استكمال عناصر الطريق. طبعا اللي دائما يقودنا عملية التكلفة، يعني عملية التكلفة وبرمجة المشاريع وأولوياتها، نحاول يعني نخدم المنطقة بشكل أكثر. فلذلك يعني برنامج الزفلتة يسبق برامج استكمال اللي بعدها اللي تجي التصاميم، يعني التصاميم متى تجي في اي مرحله؟ لا احنا نجي في جميع المراحل وحنا مسؤولين عن عمليه يعني تصميم الطريق. يعني هذا انتم لكم مسؤوليه فيه مهندس؟ اي نعم. تتحملون مسؤوليه الاخفاق في عدم تهيئته من البدايه مهندس؟ لا تقول انكم يعني تتحملون عدم الاخفاق، احنا عندنا مدينه مثل مدينه الرياض مساحه الطرق فيها 485 كيلو متر مربع. نعم. ولك أن تأخذ هذا الرقم وتقيس عليه مدن حولنا ومدن يعني موجودة يمكن مساحة الطرق عندنا توازي مساحة مدن يعني. لذلك يعني النمو يعني سريع. تواجهون هذه المشكلة. النمو يسبق خططكم. النمو سريع والقضية ليست قضية يعني تصميم، عملية يعني تنفيذ، لكن عملية التكاليف يعني تكون عالية جدا. ولذلك يعني فيه يعني في إدارة المدينة فيه لجنة النقل، اللجنة التنفيذية للنقل تراعي هذا الجانب وتعطي المحاور الرئيسية أولوية في المدينة. وعلى سبيل المثال الآن في مدينة الرياض عندنا 10 محاور رئيسية تحت عملية التنفيذ. فهو يعني احنا الاشياء اللي احنا نصممه ويبدا على التنفيذ هو الجانب اللي يفترض ان نناقشه ونشوف الجوانب الهندسية فيه عشان نوصل نبسط الفكرة فيما يتعلق بأدواركم. الآن احنا نتحدث
عن مشكلة يعني في حديثك أستشفها، أنه النمو والاتساع السكاني سرعته قد تفوق سرعة التصاميم أو إيجادها حتى على أرض الواقع، فبالتالي تجي هنا الإشكاليات، وأحيانا تسكن المناطق وبعد ذلك تبدأون أيضا في دراسات متتالية. هذه مشكلة تواجهونها؟ عملية التصاميم عشان احنا بس نحدد مكامن الخلل المتعلقة بهذا التقاطع تحديدا وبعض التقاطعات خصوصا في الأحياء الجديدة. لا، هي دائما يعني مجال الطرق يخضع لأولويات ويخضع لتكاليف ويخضع لاعتمادات، ولذلك يعني الاعتمادات والتنفيذ الطريق بشكل يعني مكتمل العناصر يعتمد على انتشار العمران إليه والوصول يعني الكثافة اللي موجودة فيه. ولو رجعنا للتصاميم، عندنا في الأمانة اللي مصمم تقريبا 1500 كيلو من المحاور الرئيسية اللي نفذناه خلال الخمس السنوات الماضية، يعني يتجاوز 700 هذا كيلو، يعني رقم كبير. طيب، اللي إن شاء الله بينفذ خلال هو السنتين القادمة بجهودكم يعني يتجاوز 130. لكن احنا نتكلم على اوجه القصور فيما يتعلق طبعا في انه التنفيذ يكون متقارب، سواء كان هناك توسع تكون هناك خطط، انه والله التصاميم حتى لو كان هناك يعني عده حلول سواء توحيد تصاميم او يكون العمل عليها في التقاطعات ايضا او فيما يتعلق بالمنافذ المستخدمة. تعليقك استاذ عبد الرحمن حول حديث المهندس عن طبعا جهودهم في الأمانة، الجهود المشتركة ايضا، تتفق أن هناك مشكلة تواجههم في التصاميم فيما يتعلق أيضا بالتوسع السريع؟ تفضل. طبعا أولا أشكر المهندس خلف صراحة على شفافيته عندما أقر أن التقاطع هذا تقاطع فيه مشكلة، وأن فيه مشكلة هندسية، وهذه حقيقة تحسب للمهندس وتحسب أيضا البرنامج أنه فعلا ألقى الضوء على موضوع مهم وحساس. طبعا أنا أعتقد يعني بالنسبة لهذا التقاطع أو غيره من التقاطعات، يعني أنت مثلا لما يكون في عندي مشكلة مثلا هندسية في أي طريق وقاعد الآن تصير مشاكل وتصير حوادث، طيب عندي الآن حلول سريعة، يعني ممكن الآن التنفيذ اللي يتكلم عنه اللي يتكلم عنه المهندس خلف ممكن يتأخر سنة سنتين، ممكن هو زي ما ذكرنا ما في مثلا اعتمادات مالية. طيب ليش ما أقوم بالحلول السريعة؟ الحلول السريعة تتعلق بالمرور، يعني مثلا أضع إشارة مرورية. طيب وش المشكلة؟ طيب هل الإشارة المرورية هذه يبغى لها اعتماد يعني تكاليف كبيرة؟ هل مثلا لو جبت مثلا أحد رجال المرور سواء سيارة سيارتين وضعته في هذه المنطقة لتنظيم العمل المروري وقت الذروة فقط؟ وقت الذروة احنا كلنا نعرف تقريبا من 7 إلى 9 بعدها خلاص وانتهى الموضوع. هذا فيما يتعلق بالحلول العاجلة، هذا الحلول العاجلة للموضوع. طيب. نعم، بالنسبة لما ذكر عنه المهندس خلف اللي هي بالاعتمادات وهذه ما في مشكلة، بس أنت الآن انهي لي المشكلة الآن. نعم. اللي قاعدة تصير أنا أشوف في موضوع ذكره أو أشار له المهندس خلف ويعني غريب شوي، عندما ذكر رئيس لجنة السلامة المروري وزير الصحة، إيش علاقة وزير الصحة في الموضوع؟ يعني اعتقد انه ما له علاقه، ويبدو انه يفترض انه يكون شخص مثلا معني بالنقل، مثلا شخص معني بقطاع المرور، هذا هو المفروض لي يعني حقيقه للمساعده في حل المشكله بشكل سريع. طبعا انا يعني لا اخفيك انا اتمنى بصراحه انه المرور يتدخل بشكل قوي في مثل هذه المشاكل، لان المرور يعني مع اعتماد او مع تدخل يعني حقيقه اللي هو نجم في موضوع الحوادث المروريه، بدانا نشاهد قله في انتشار المرور، انا اسمي المرور الرسمي. انا اعتقد انه وجوده ضروري، لانه يعني هيبه المرور او هيبه رجل المرور، اتكلم عن رجل المرور الرسمي وسياره المرور الرسميه لها دور، فانا اعتقد انه الان لابد ان يكون في هناك تحرك سريع، وضع اشاره مروريه، ثانيا ان يكون هناك احد رجال المرور في هذا التقاطع، وبالذات لانه الان انتشر عنه الكثير من المشاكل، الكثير حقيقه من الحوادث المميته. طيب. جيد، هذا فيما يتعلق بالحلول الطوارئ ان صح تسميتها. مهندس، القادم في هذا التقاطع تحديدا، بقية التقاطعات أيضا الخطيرة ترصدونها، هذا هو السؤال فيما يتعلق أيضا بالحلول الطارئة. تفضل. أنا بس بجاوب على تساؤل لماذا وزير الصحة تحديدا ورئيس اللجنة؟ طبعا لأن وزارة الصحة هي اللي تدفع تكاليف الأعباء المرورية، يعني وهي التي تعاني من المشكلة المرورية، ولذلك يعني حياة الناس غالية والدولة حريصة كل الحرص على سلامة المواطن وعلى التركيز على الجانب ذا. طبعا وزارة الصحة طبعا عملية الطوارئ، عملية الإسعاف، عملية العلاج، طبعا ذي مسؤوليتها، ويعني والمجتمع شريك. أبجاوبك على الحلول العاجلة في هذا الموقع، طبعا احنا الان في مشروع الان للحلول المستعجله والحلول، وهذا المواقع الخطره وفي التركيز عليها بشكل كبير في تحديد يعني النقاط الخطيره،
وطبعا رصدت طبعا وشغالين على معالجتها بشكل سريع، ولذلك يعني خلال السنتين الماضيتين انخفض معدل الوفيات في المملكة العربية السعودية، وهذا ما أعلن بشكل رسمي 33%. وطبعا ليس هذا هدفنا، هدفنا انه ما يصير اي اصابه ولا يصير اي وفاه في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام. طبعا هذا بالرياض يعني هذا هو الهدف، لكن يعني في بعض المواقع فعلا تحتاج الى حلول عاجله، والان فيه يعني فيه مشروع لهذا الغرض، وفي عندنا لجنه في امانه منطقه الرياض والجميع الجهات المختصه، هيئه التطوير وهذا مدينه الرياض، ستكون هناك مباشره عاجله نتكلم بشكل يومي قريب يعني بشكل يعني احنا قاعدين نتابع المواقع الخطره بشكل اسبوعي، ويكون فيها زياره من الامانه الرياض هيئه التطوير. وش بيعمل ايش بيعمل هالطريق؟ طيب بعد هالزياره لا خلني بكمل لك، ما عندنا وقت مهندس، هيئه تطوير الرياض مرور الرياض يعني يكون فيه هذا وزاره النقل معاينة لهذه المواقع ورصدها ومعالجتها ومن ثم ايجاد الحلول لها وتنفيذها. طبعا هذا التقاطع احنا الان نعمل على حل عاجل بوضع اشاره مثل ما تفضل اخوي عبد الرحمن، هذا اسرع الحلول، ولكن الطريق سوف يكتمل ويصير يعني مكتمل العناصر وعوامل السلامة فيه متوفرة بشكل آمن إذا توفر فيه وهذا بعد يعني تنفيذه وبعد تطويره، لأنه اليوم يعني إحنا لو ما عندنا قناعة أن الطريق يعني بحاجة إلى هذا المشروع ما طرحناه يعني. الجانب الآخر بس بعلق عليه موضوع المراقبة وكذا، اليوم حنا نشوف يعني جانب الرقابة يتطور بشكل كبير، وصار فيه التزام بال يعني بالأمور المرورية بشكل كبير، خصوصا بعض يعني تطبيق بعض الكاميرات والمتابعة من إدارة المرور، ولذلك يعني صارت النتيجة جيدة، وإن شاء الله يعني العام القادم إن شاء الله نشوف فرق يعني كبير بإذن الله. مهندس سؤالي، عندكم نماذج المفترض أنه ما يقام أي تقاطع أو ما يقام أي مشروع أيضا يرسى لأي تقاطع أو حتى يتم العمل فيه إلا والله بناء على هذه النماذج الآمنة؟ أخوي أنا أطمنك وأطمن السادة المشاهدين، إحنا في أمانة منطقة الرياض نعمل على معايير وأساليب عالمية متبعة، نقوم بتدقيق السلامة المرورية على المشاريع المصممة بآلية وبأسلوب متبع، المواقع اللي موجودة وفيها مشاكل نراجعها ونشتغل عليها بأسلوب علمي، وبعدين ننفذ الأشياء الموجودة. بس موجودة هالمشكلات مهندس يعني الناس الآن أنا سؤالي تفضل، لو أنت استعرضت لي مثلا مدينة الرياض تشوف فيها يعني نماذج إيجابية كبيرة، صحيح إن لا شك لا شك إن بحاجة إلى مشاريع كثيرة، الى مهندس ترى ما احنا ما نشكك زيادة المشاريع بشكل كبير، عشان تكون بالصوره مهندس احنا ترى ما نشكك بعملكم، بكل تاكيد انه الجهد ضخم عليكم وبقيه الجهات، لكن احنا نتحدث عن اوجه قصور، نتحدث عن حال الطوارئ مثل التقاطعات الخطيره جدا، نلقي الضوء عليها يعني، ولا الامور الايجابيه يعطيكم الف عافيه، واحنا حتى ما نتحدث عن جانب سلبي، نتحدث عن جانب تصحيحي، لكن كم بياخذ وقت عملية التطوير في هذا التقاطع تحديدا؟ تحدثت عن إشارة ستوجد، يعني نقول خلال متى سيتم العمل على إنهاء هذه المشكلة؟ عملية الإشارة عملية يعني طبيعي أن هذا سريع إن شاء الله خلال الفترة القصيرة القادمة، على ما قال بننسق مع المرور بحكم أنهم هم المسؤولين عن الإشارات. يعني كم مهندس تعطينا فترة زمنية على ماهية الوقت خلال العمل على مثل المشاريع؟ أبد لا إن شاء الله قصيرة، يعني بنحاول أن يعني حتى قبل اكتمال المشروع وكذا، يعني حتى شهر شهرين مهندس؟ يا لا أقل من شهرين، أقل من شهرين إن شاء الله، وحنا يعني فعلا حريصين على يعني معالجة يعني مثل هذه المواقع، وعالجنا مواقع كثيرة في المدينة وفيها بعض المواقع وإلى الآن شغالين عليها، وهذا واحد من المواقع اللي الجدير بالاهتمام. أستاذ عبد الرحمن يعني أعطيك الحديث الأخير تفضل. أبدا بالعكس، احنا نشكر حقيقة جهود البلديات وجهود وزارة النقل وأيضا وجهود وزارة الصحة في متابعة جميع الحالات الطارئة، وأنا متأكد أن أي مشكلة حقيقة مرورية هي مشكلة يعني تمس أكثر من جهة. نعم إذا كان في تعاون، إذا كان في تكاتف، أنا متأكد بإذن الله العمل بينجح، وبالعكس الحمد لله الدولة ما قصرت، وبالعكس يعني أي مشكلة أي حاجة تجد حقيقة حلول سريعة. طيب كل الشكر لحضورك طبعا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد، أيضا نشكر لك حضورك أيضا أجوبتك الشفافة المهندس خلف الدلبحي مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض، شكرا مهندس.
احنا الان في موسم الجراد، ورغم التحذيرات المتكررة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمخاطر الصحية من تناول الجراد، سجل أمس بيع الجراد الواحدة بستين هللة، وذلك بنقطة بيع سرية وسط مدينة الهفوف التاريخية التابعة للأحساء، فيما تراوحت سعر المزاد على 4 أكياس جراد بين 250 ريال إلى 400 ريال تبعا لكميات وأعداد الجراد في الكيس الواحدة وأيضا نظرا لحجمها. صحيفة الوطن زارت نقطة بيع الجراد ورصدت المزاد والبيع ليتم في الخفاء، وذلك من خلال إخفاء الكميات داخل مركبات الباعة وعرضها بناء على طلب الزبائن في محاولة للتحايل على قرار منع بيع وشراء الجراد لخطورته في الاستهلاك الآدمي. وشدد مصدر زراعي على خطورة أكل الجراد لتعرضه لمكافحة بالمبيدات، وبالتالي تواجده في هذه المبيدات التي تشكل خطورة وتتسبب في حدوث تسمم حاد عند تناول كميات كبيرة منه. وعشان نتكلم عن الجراد أكله أيضا نتحدث عن ماهيته ونتحدث عن الأخطار والتحذيرات حوله. يسرني أن يكون معي في الاستوديو الأكاديمي المتخصص بالبيئة بجامعة الملك سعود الدكتور فرحان الجعيدي. دكتور مساء الخير، يا أهلا وسهلا في الراصد. مساك الله بالخير، وأنا سعيد أني معكم على الهواء في هذا البرنامج الرائع. عرفنا على المشهد دكتور، احنا الان نتكلم عن موسم الجراد، ايضا تحذيرات من تناول الجراد، في ناس كثير محبين يتحدثون عن فوائد عظيمه ايضا، ونتحدث عن سوق خفيه، انت كيف تشوف المشهد وكيف ممكن تعطينا انطباع كمتخصص عنه؟ انا والله ما يعني طبعا الجراد انا لست من المتخصصين فيه، لكن انا من المراقب للمشهد من حيث من الناحيه البيئيه. أنا أعتقد أنه الجراد له شقين، شقة آفة وشقة سلعة اقتصادية. سلعة اقتصادية وآفة، ها؟ وآفة. فهو الآن وين تبي نبدأ، من الآفة ولا السلعة الاقتصادية؟ والله هو إذا كان نبدأ من الآفة يكون تفضل دكتور، لأنه محور الحديث بيكون حول الجراد. والجراد طبعا كونه آفة، طبعا هو آفة، والدول تستنفر أجهزتها لمكافحة هذه الجراد، وبعضها أنشأ مراكز متخصصة خاصة في الشريط، طبعا في العروض الوسطى. فالإشكالية اللي يحدثها الجراد هي إشكالية مدمرة طبعا على المحاصيل الزراعية. الجراد يتحرك بأسراب تتجاوز يعني تصل الى مليارات من الـ 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 من الاعداد من الاعداد. انت كذا مبشر ترى للمحبين. والله طبعا اللي ينظرون لهم الجانب الاقتصادي مبشر لهم طبعا، بس انه المكافحه طبعا تحد من وصوله. طبعا انتشار الجراد في المملكه العربيه السعوديه هو في مناطق حددتها يعني وزاره البيئه، هو موسمي ايضا ولا دكتور؟ هو طبعا موسمي، هو يقبل موسم الرطب طبعا، الربيع. ايوه شتوي ربيعي طبعا. وزارة البيئة حددت طبعا مناطق تكاثر الجراد وانتشاره، وكانت تعتمد على الخرائط التقليدية في عملية السبوت حقت المراكز، يعني اماكن تركزه. جي طبعا الساحل الغربي بشكل عام هو مصدر من مصادر الجراد، يعني اعتقد هذا من الخريطة اللي طلعت عليها. فهو يجي بعدد ملياري، يعتبر خطورة. أكيد على أكيد إيش خطورة؟ أكيد خطورة على المحاصيل الزراعية بشكل عام، حتى على المراعي. حتى على المراعي في فترة، يعني هو مشكلة الجراد أنه طبعا هي وزنها من جرامين إلى 3 جرامات، فهي تأكل حبتين هللة. هذا على الطريق الاقتصادي. ولو تشوف الآن اللقطات احنا بنجي الجانب الاقتصادي بعد شوي، لكن لو تجنب يعني لو تحدثنا عن الجانب يعني السلبي الآن اللي لابد أنه تنظر له وزارة البيئة وخاصة المركز مكافحة الجراد، قد يهاجم البيئة بهذا العدد الكبير. لا، هو المعلومات لابد أنها تكون متوفرة للباحثين، المعلومات لابد أنها تكون متوفرة، ولابد أنها تطرح إلكترونيا.
بحيث انه يساعدون في حل انه ننظم عشان نجي للشق الاقتصادي. بس دكتور فيما يتعلق بالنوافة ايضا الحديث عن انه فيه حمله مضاده على هذا الهجوم الكبير من الجراد باعداد ملياريه، نتحدث عن مبيدات حشريه ايضا، هناك تحذيرات انه قد يكون هذا الجراد مليء بهذه المبيدات. هي من مسؤوليه الدوله انها تكافح هذه الافه، وهذه مسؤوليه طبعا ملزمه فيها في مكافحه هذه الافه، والمبيدات احد هذه الاساليب. نعم. البشر الان اصبحوا جزء من المكافحه، فهم بداوا ما شاء الله في الجانب الاقتصادي يساعدوا بس ان شاء الله انهم ياكلون بدون مبيدات يعني. الغريب انه بعضهم يشد الرحال الى اماكن تواجد عشان يصيدها، عشان يصيد الجراد، واصبحت سلعه اقتصاديه تزيد من دخله. جيد. لو تشوف تعرضون اللقطات على طاري الدكتور يقول انه اصبح البشر عامل مساعد في القضاء على الجراد، عرضنا اللقطات شباب يعني هذا طريقه بيعه دكتور لو تشوف. نعم. طبعا هذا المشوي اعتقد ما اثر شهيتك دكتور. والله انا اكلته مره. ايه كيف كان الطعم؟ جيد والله، مقرمش. وش يشبه؟ الفشفاش. زي الفشفاش. طبعا يطبخ على عديد من الاشكال، حتى بالنسبه لعمليه الطبخ يمكن كثير من الاراء الصحيه تحدثوا، المفترض أن تكون في معلومات في هذا الجانب. أنا اليوم وأنا أبحث عن محتوى الجراد، عن المواد الموجودة المؤصلة، أتحدث من جهات رسمية، شعرت أنه يوجد قلة حتى فيما يتعلق بالجانب في الجوانب الصحية، سواء من إثبات أو حتى نفي. أنه كثير دكتور أيضا يتكلمون عن فوائد صحية، على ما قالوا إذا جاء الجراد انثر الدواء. هو طبعا هو يأكل محاصيل زراعية والنباتات فيها يعني هو أعتقد أنه مصدر جيد للبروتين. ايه هو طبعا على حسب اللي يقولونه. طبعا اسلافنا كانوا يصيدون الجراد في. نعم. وكانوا طبعا على انه يقضي على المحاصيل، لكنه اصبح يعني مصدر غذاء. والتقارير تقول انه ايضا سوق لكبار السن بشكل كبير. عموما خلينا ناخذ الراي الرسمي. ينضم الينا من الرياض المتحدث الرسمي او مدير اداره الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزاره البيئه والمياه والزراعه الدكتور عبد الله ابو الخيل. دكتور عبد الله مساء الخير، حياك الله معنا في الراصد. بداية تناول الخبر تحذيرات من الوزارة لأكل الجراد، أبرز النقاط حول هذه التحذيرات. يا أهلا وسهلا، مساك الله بالخير وسعيد باتصالكم. فيما يتعلق بالجراد، أول شيء المملكة حظيت بحمد الله هذا السنة بموسم أمطار مميز. نعم. وأدى إلى يعني فترة ربيعية كانت موئل مناسب للجراد وتكاثر الجراد الصحراوي. الوزارة اكتشفت في يوم 7 يناير بعض البؤر للجراد في المنطقة الشرقية او شرق الرياض ايضا، يعني في شرق السعودية تقريبا، جاء قادمة من الجنوب، وتمت مسح تقريبا 10,000 هكتار ومكافحته. واليوم التقارير تشير إلى أنه بحمد الله تم القضاء على نسبة 95% من الجراد في هذه المنطقة، وهناك استنفار في غرب المملكة تحسبا لورود جراد صحراوي من أفريقيا. جيد. وهذا المكافحة من خلال المبيدات. نعم، هذه النقطة المهمة اللي تتعلق بحديثنا اليوم. الوزارة تستخدم المبيدات و تنظم استخدام المبيدات فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وترخيصه، وهي جزء مهم من العملية الزراعية في أي مكان في العالم. الإشكالية الأساسية في سوء استخدام هذه المبيدات أو عدم الالتزام بفترات التحريم. فيما يتعلق بالجراد، هي الوزارة تستخدم نوعين من المبيدات، وهي في الغالب مبيدات فسفورية شديدة السمية تضرب في الجهاز العصبي للجراد، وهذه طريقة مكافحتها. تناول الناس للجراد يعرضهم لهذه السموم التي تم رشها. جيد. وهنا الخطورة يعني، وكان هناك تحذيرات اليوم في تقارير صحفية تتحدث عن بيع سري، هل عملت الوزارة على تنظيم البيع؟ يعني دام انه والله على ما قالوا له زبون، وتحدث ايضا الدكتور ندخل في جوانب اقتصادية يمكن استغلاله دام له محبين، والحديث انه ايضا هل هناك مشكلة في الجراد في التناول ولا لا، المسألة متعلقة فقط بالمبيدات، فبالتالي يأتي الحديث اللي ذكرته في بداية السؤال انه يكون هناك تنظيمات. تفضل. فقط أود أن أشير إلى أنه أيضا نحن نحذر النحالين ونطلب من النحالين التجاوب مع مسؤولي الرش في مناطق المملكة بالابتعاد، لأن هذه المبيدات أيضا ضارة بالنحل والنحالين.
فنرجو منهم أيضا الابتعاد من مناطق الرش. فيما يتعلق بتنظيم البيع والشراء فهذا خارج نطاق الوزارة، الوزارة ملتزمة بمكافحة وقضاء على الجرائم. جيد، لكن فيما يتعلق بتقديم المعلومات خلينا نبحث عن مكان ينظم أيضا، بيئة تنظم حتى لا يكون أيضا هناك سوق سوداء. فيما يتعلق بالمعلومات حول أماكن الجراد اللي ربما يكون مصاب بالمبيدات أو يكون خطير أيضا على الصحة، قدمتوها لجهات، عملتم على تنظيمات كوزارة أيضا مختصة في هذا الجانب مع عدة جهات، لأنه اليوم نتكلم عن سوق وسوق كبيرة جدا أيضا لبيع الجراد. تفضل. سيد الكريم، الوزارة عن طريق مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة تعمل باستمرار على مدار السنة على مسح أكثر من 1500 نقطة يتوقع أن تكون موئل لتكاثر هذا الجراد. ما نعمل عليه هو مكافحة الجراد وتحذير الناس من تناول هذا الجراد. فيما يتعلق بالبيع وعمليات البيع هذه خارج نطاق عمل الوزارة. جيد، يعني اليوم أنتم تحذرون الناس أي جراد داخل المملكة العربية السعودية لا تأكلونه؟ نعم، لأنه تحذير قاطع. نعم. جيد، عموما شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله بالخيل. دكتور، تونا بنتكلم عن الجانب الاقتصادي، الوزارة تقول لك لا، كل الجراد الموجود ممنوع أكله. هو الوزارة تعطي التحذيرات. إيه. طبعا هي اعطت تحذيرات عن الاستخدام المحط الحطب المحلي والناس يمارسون الاحتطاب ويشترون لانه فيه زبون. ايه الجراد. على من المسؤوليه في تنظيم هذه السوق دكتور برايك؟ اذا الوزاره الان تتخلى عن المسؤوليه تقول ما لي علاقه في البيع والشراء. هو سوق ما له ضابط. هو سوق متحرك، يعني ما له مكافحته صعبه جدا. انا اعتقد انه ما في اشتراطات السوق، هو تلقاه في راكله في شارع ويبيع جراد. اليوم من اللي ينظم العمليه في سوق السمك، في سوق الاغنام؟ هي الاسواق الغير، يعني هذا نوع من ايضا هذه الاشكاليه. انا سوق الجراد الان او الاسواق المتعلقه مثل سوق الفقع الان. نعم، بعض الاسواق الموسميه لبعض الاسواق الموسميه ومتحركه، هي ليست يعني لو كان في سبوت معدده ولها تنظيم يعني تحت رقابه مشدده، وحتى لو افترضنا انه هالجراد اصبح جزء من ثقافه الشعب والناس تاكل هالجراد. نعم. فلماذا لا يكون ما يقدم لهؤلاء الناس يكون يعني نتاكد من خلو هالجراد اللي موجود في السوق من اي مبيدات فقط. انا اقول لو صحه البيئه السوق وخلي الناس تاكل دم عليه اضرار. لو صحه البيئه في امانه مدينه الرياض مثلا، لو افترضنا انه يباع في سوق الرياض مثلا، تجي تاخذ عينات وتفحصها مخبريا ثم تقدمها تقول هذه ما فيها مبيدات، يعني صحة الإنسان. نعم، هذه يعني جزء تساعد في عملية حل المشكلة مع إنه يكون هناك توافر. يعني احنا نتحدث اليوم عن سوق كبيرة، نتحدث على ما قلت في زبون 30 ريال الكيلو، يقول لك الحبة ب 60 هللة، يعني قاعد تبيع 100 حبة ب 60 ريال وقاعد اجمع، وفي مليار يعني لو تحدثنا عن مليار حبة هذه كم تطلع الحسبة؟ يبي لها حاسبة شو يحسبوا لي اياها، مليار حبة اللي بيصيدها وبيبيعها، يعني قاعد اتكلم على سوق مليونية امانة. صحيح. اللي بيشتغل فيها وبيجمع وبيبيع. فيجب النظر بكل تأكيد، يجب كل الوزارات ان تحدد المسؤوليات، سواء وزارة البيئة ايضا عدد من الوزارات المرتبطة فيما يتعلق بتنظيم بيع المأكولات ايضا. أكيد. لانه في مشكلة برأيك كمتخصص بالبيئة، انه والله اذا اثبت انه والله الجراد خلينا نقول تناوله غير مضر وايضا مفيد بعيدا عن مشكلة طبعا المبيدات الحشرية، اذا كان مصدره ايضا معلوم انه ينظم ويتم بيعه في اسواق للراغبين به. لا، هو شوف الجراد انا اعتقد انه مثل ما تفضل الدكتور عبد الله، هي المشكله في المبيدات اللي هي فقط الرش، ولا الجراد هو يعني على مائده اسلافنا وعلى مائده ابائنا وعلى يعني موائدنا، يعني ما هو بعيد، لكن المشكله في المبيدات اللي ترش فيها. طبعا موسم الجراد هو اللي لابد ان يصير له تنظيم، يصير له مواقع، يعني لابد ان يكون في خرائط تفاعليه يطلع عليها المواطن. جيد. من خلال يعني في احيانا بعض ترى الشباب حسبوها المليار، هي 600 مليون ريال قيمه هالجراد الجاي الملياري. نخلي الجامعه نشتغل في الجراد. ما اجل استثمار ذكي بكل تاكيد. يعني دكتور انت ترى بيئيا انه من الايجابي حتى بيئيا مثل هالحلول في والله اذا عندي نتحدث عن الجراد انه مضر على البيئه فبالتالي هناك لها سوق انه يتم يكون احد الحلول ايضا استغلاله في هذه الاسواق. ترى هذا الشيء ولا ترى لا امر سلبي؟ والله انا شوف انا مع المكافحه. نعم، مع
المكافحة مع جهود المكافحة يعني، لأنه أضرار يعني على الجانب الاقتصادي الآخر اللي هو المزروعات يعني هو له أضرار كبيرة جدا وأضرار بيئية، لكنه هو الآن أصبح هو موجود ومكافحته مكلفة جدا طبعا بالنسبة. لكن الناس لا يمكن أنك تضبط شهيتهم يعني، هذه هي، لأنه أنت بين طرفين دكتور وتبحث عن الحل الأنسب بكل تأكيد. هذا الحل مو عندنا، يبقى لدى الخبراء أيضا الجهات المعنية، لكن الأهم الرسالة اللي نوجهها ومن وزارة البيئة يا جماعة الخير، الجراد الموجود داخل المملكة العربية السعودية لا تأكلونه. هذا الجراد طبعا كوفح بعدد من المبيدات لضرره الكبير على البيئة، فبالتالي هذه الرسالة يجب أن تصل مباشرة لكل الناس اللي تأكله واللي الآن قاعدة تشتري في هذه الأسواق، أنه قد يكون مضر بشكل كبير على صحتك جراء هذه المبيدات التي قد تصل لأن تكون مميتة. صحيح دكتور؟ في طبعا أكيد، نعم. أكيد ولو أضرار يعني أنا أعتقد أنه في الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية من الجراد، وفجأة في نهاية القرن التاسع عشر طلع الجراد يعني بمليارات، يعني غطى تقريبا حوالي 2000 كيلو حسب بعض التقارير الإعلامية. يعني ليس آفة بس على المحاصيل وعلى بل قضى على بعض البشر في خلال مهاجمته بالكميات الكبيرة بالتأكيد فهو آفة يعني حبينا نلقي الضوء حول أنه حدث الساعة الآن الجراد، لكن يبقى الحديث بكل تأكيد أنه يحتاج إلى العديد من المعلومات المتخصصة من عدد من الأطراف حتى من الجهات المسؤولة حتى تكون الرسالة والوعي في هذا الجانب أن تصل بشكل كبير. شكرا لحضورك مشاركتنا هذا الحديث، الأكاديمي والمختص بالبيئة بجامعة الملك سعود الدكتور فرحان الجعيدي. شكرا دكتور. شكرا لكم. حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري من المعالجة بالحجامة عند أشخاص غير مصرح لهم بممارستها، حرصا على سلامة المتعالج، حيث تعتبر الحجامة من أشكال الطب البديل، وكانت تمارس في الحضارات القديمة واستمرت حتى ظهور الإسلام حيث أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. زميلتنا خديجة المحمودي أعدت هذا التقرير، خلونا نشوفه ونرجع نفتح ملف النقاش. شهدت الحجامة في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا في الدول العربية والإسلامية بعد أن كانت ممارسة شعبية توارثتها الأجيال بوصفها طبا بديلا وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعتبر الحجامة عرفا أساسيا في الكثير من المجتمعات حيث لجأ إليها الناس على مر العصور بحثا عن بدائل علاجية أخرى بجانب الأدوية والعقاقير الكيميائية. ولكن بعض الممارسات العشوائية للحجامة تسببت بأضرار على البيئة، وذلك عندما يتم رمي مخلفات الحجامة مثل الدم والأدوات الحادة في براميل النفايات، حيث أن هذه المخلفات لا تخضع إلى إجراءات للتخلص منها بطريقة آمنة. فالأمراض المعدية تنتقل بسبب استخدام أدوات ملوثة أو بسبب عدم خلو الشخص المعالج من الأمراض المعدية، حيث أن الممارسين المصرح لهم يخضعون لفحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. للحديث عن الممارسات الخاطئة في الحجامة واللي قد تتسبب بالعديد من الأمراض ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد العباسي وهو المختص أو اختصاصي الحجامة. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا بك في الراصد. لا شك عن فوائد الحجامة بكل تأكيد وأيضا كونها حتى سنة نبوية، لكن الحديث عن بعض الممارسات الخاطئة، إيش هي أبرز الممارسات قبل ما نتحدث عن ما قد تسبب؟ تفضل. أبرز الممارسات إن في الحجامين الشعبيين، نعم، اللي هم في غير مرخصين يمارسونها بشكل عشوائي، دول منتشرين، انتشروا في الأوانة طبعا الأولى، لكن بعد الطب البديل بدأوا بعد الحملات التكثيفية عليهم بدأوا يعني كلهم أقلية كبيرة يعني. جيد، بدوا يشتغلون بالتلفون، أول كانوا يشتغلون في أماكنهم الناس يروح لهم. أي نعم، أي نعم.
جيد. فإذا أنت ترى أن الخطورة تكمن في الممارسة غير طبعا المصرحة أو الموجودة من خلال مراكز الحجامة، إيش هي التصرفات اللي يقومون بها وقد تتسبب بمشاكل كبيرة؟ حضرتك الحجامة العشوائية اللي بيمارس الحجامة العشوائية عامة ما بيقاش عنده دراية كافية بالحالة المرضية بتاع المريض، ما بيعرفش طيب اللي هو السجل المرضي اللي ممكن يعني يتعامل بالحجامة، لأنه في سجل مرضي أعتقد في بعض المرضى ممنوع عليهم الحجامة. إيه في محاذير الحجامة وفي موانع الحجامة. مثل إيش الأمراض اللي محاذير الحجامة؟ مثلا زي مرض السكر ما يسوي حجامة؟ لا يسوي محاذير، خد حذرك بس في التشريط. إيه تشريط إيه عنده مشكلة أنه إذا صار الجرح كبير أنه ممكن يصير عنده مشكلة في الجرح أنه ما يلتئم بشكل فعلا كبير. فعلا فعلا بعض برضو في موانع الحجامة، طبعا موانع الحجامة طبعا المرض الفشل الكلوي أبداً. لا أبد مرض الفشل الكبدي. بالنسبة للنساء طبعاً الحوامل. بس يعني هذه أبرز الأمراض، إنه أحياناً ما يسأل يلعب ظهر المريض أو أي مكان فبالتالي تأتي الإشكالية. طيب فيما يتعلق أيضاً بالاستخدامات، يعني هي محتاجة تدريب، ما هي بالوراثة؟ فعلاً. طبعاً اللي بيكون بالتدريب طبعاً المركز الوطني للطب البديل. طبعاً في شروط لازم تستوفى في ممارسة الحجامة. بالنسبة للمركز الوطني للطب البديل طبعا لازم بيعمل دورة، لازم تجتاز الدورة وتجتاز الامتحان عشان يطلع لك الترخيص. طبعا من الشروط طبعا لازم تكون طبعا حصل على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الكوادر الطبية عامة. يعني جيد متعلق مسألة الجرح، يعني ايضا يقولون هناك كثير مخاطر ان الجرح قد يكون بشكل اكبر مما يتسبب عدد من الاضرار الالتهابات، هذا صحيح؟ ايه فعلا فعلا طبعا بعض الحجامين الشعبيين عامه بالنسبه للتشريط اصلا له يعني له اسس، انك مثلا تشريط يبقى بسيط جدا زي الخدوش كده اشبه بالخدوش يعني، وهذه علميه لازم علميه. اي نعم اي نعم، لكن الحجامين الشعبيين يعمق في يصلخ الظهر. اي فعلا يعني يعمق في التشريط جدا لدرجه انه يعدي طبقه الجلد وتعمل ندبات، يعني تسيب اثر على الجلد بعد الحياه يعني. وايضا من الانعكاسات في هذا الجانب ممكن تكون هناك التهابات. فعلا فعلا بالذات طبعا خوفا على مريض السكر، طبعا هو ما بيحللش السكر، بناخد العلامات الحيويه الضغط والسكر والنبض والوزن، بنبقى على درايه كافيه جدا زي كيفيه التشريط مع المريض، التعامل نفسه. والمواقع، اختيار المواقع، يعني نشوف بعض الناس تصير الحجامه يطلع كانه بيتزا من الحجامه كذا مبقع في كل مكان. استاذ محمد، مش هي المفروض علميه لبعض المواضع المواقع اللي قد يكون فيها تكون فيها الاستفاده من الحجامه خصوصا متعلق بالجانب العصبي؟ فعلا بالنسبه للتشريط بعض الحجامين الشعبيين عامه يعني يلعبوا على التشريط العميق، لان يعني الناس عامه طبعا من قديم الازل يعني يعتقدوا ان الدم الكتير كمية هو الدم كميه الدم الكتير طيب هي تعتبر الحجامه الناجحه، لكن طبعا ده خطا، مفهوم خطا جدا. يعني الدم بيطلع اللي هو الهرم من المكان المحدد المخصص، واخد بال حضرتك؟ بيكون افيد لما يكون المكان صحيح، بتبقى افيد. والحجامه تستهدف فقط الدم الهرم، يعني هذا امور ممكن يسبب هبوط في الدوره الدمويه وفقدان فعلا دم. فعلا صح، وبتعمل فقر دم كمان بعد. جيد. بالنسبه لاهم المخاطر ايضا فيما يتعلق بالاستخدامات استاذ محمد، يعني اللي تسبب امراض. طبعا الادوات لو يعني ما تبقى طبعا غير معقمه بالنسبه للحجام الشعبي او الحجام اللي هو غير مرخص. الادوات ممكن تكون غير معقمه، اللي هي المشرط. المشرط او الكاسات مستخدمه اكثر من مره. طبعا لها اسس في التعقيم، يعني تعقم قبل الحجامه، تعقم بعد الحجامه، وضع لزقات طبيه. طبعا ده ما بنشوفوش مع الحجامين الشعبيين نهائيا، لانه يعني ما عندوش درايه كافيه بالتعقيم. والتعقيم ده طبعا من اشد من احسن وسائل السلامه للمتحجم عامه يعني. والادوات المفترض تستخدم مره واحده. مره واحده اي اي المره واحده. اهم الامراض اللي قد تنتقل بسبب الحجامه. اهم الامراض اللي تنتقل بسبب الحجامه نتكلم عن الحجامه طبعا ممارسات خاطئه. اي نعم اي نعم، اللي هو الغير مصرح لهم. نعم. التهاب الكبد الوبائي اللي هو الفيروس سي والفيروس بي والايدز. وهناك طبعا امراض الدم المعدية. امراض المعديه، يعني احتماليه لكل الامراض المعديه انها قد تنتقل من فعلا امراض الدم. امراض الدم اللي ممكن تنتقل بالذات الفيروسات، الاخص الفيروسات. جيد. تنتقل عن طريق الدم طبعا بالتلوث، يعني الادوات غير معقمه، الممارس اللي بيمارسها طبعا الغير مرخص له طبعا، حامل العدوى ممكن برضو.
أن يكون هو حامل العدوى طبعا من خلال التقاء. أيضا تحدثنا أنه المناطق المستخدم في الحجامة هذه مناطق علمية ومدروسة. أي نعم أي نعم. أنه ما تترك أيضا لطبعا الحجم. أهم النصائح فيما يتعلق بهذا الجانب للناس حضرتك، احنا طبعا يعني ناشد الناس طبعا للتوجه للمراكز المرخصة المعتمد. أي نعم. وطبعا انتشرت كتير حاليا ما شاء الله المركز الوطني للطب البديل فتح التراخيص بحيث يقضي على الحجامة العشوائية. نعم. فبدأت تنتشر هناك يعني مثلا المراكز بتاعتنا دلوقتي وصلت 15 مركز، مركز من دول الحجامة ما شاء الله 15 مركز على مستوى المملكة. جيد. طيب احنا نشكر وجودك، نشكر ايضا لك هذه المعلومات المهمة بالنسبة للناس، الابتعاد عن الحجامين الشعبيين، الله يبعد الامراض يبعد الاوبئة. ايضا الواحد لازم ياخذ وعيه ويروح للمراكز المعتمدة بكل تأكيد، لان مراكز مصرحة بتراخيص والعمل يكون في احترافي، هو بالتأكيد مفترض يكون الشيء الانسب بالنسبة للمستفيد من الحجامة. نشكر حضورك وجودك معنا الاستاذ محمد العباسي أخصائي الحجامة. أنا سأل بحضرتك تكافت. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ينطلق مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي ليالي الخالدية 2019، وذلك لمدة 4 أيام في مزرعة الخالدية، حيث يشهد المهرجان مسابقة كأس العالم لسباق الخيول، بالإضافة إلى جمال الخيل، حيث يصنف مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي الأكبر في الشرق الأوسط والأكبر أيضا في العالم. ويعد المهرجان حدثا مميزا ومساهما في السير بعجلة الترفيه والسياحة لما يشهده من برامج ترفيهية عائلية مجانية وإقامة العديد من الفعاليات التي تحاكي مجالات الاهتمام بالخيول والجواد العربي بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتؤصل هذا الإرث الهام لكافة فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن المهرجان ينطلق يوم الأربعاء 23 من يناير، ويستمر حتى يوم السبت 26 من يناير. وصلنا لنهاية حلقة الليلة من الراصد، نتمنى أنه قدمنا ما ينال على رضاكم. الموعد يتجدد في حلقة جديدة غدا. الله يحفظكم، فمان الله.